بدأت شغل من 7 سنين، كنت صغيرة، كنت بنزل مع بابا علشان أزود معلوماتي في الشغل في الميكانيكا، كنت بفتح نت وبتابع كل جديد في الشغل، ما عطلنيش خالص عن الدراسة، كنت بدرس وبشتغل فوق. ماما مبسوطة مني عشان بنزل شغلي مع بابا وبساعده. أنا متفائلة جدا وعندي أمل إن بكرة هيكون أحسن بكتير. في المدرسة وممتازة في كل حاجة، في الدراسة وفي الأدب، ومن طلبات المثاليات في المدرسة، تذاكر كويس خالص وتشتغل مع باباها بعد المدرسة. عندي أحلام كتير وأفكار كتير، بس مش هينفع نتكلم.